اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامجكم وش صاير معاكم عبد المحسن اللافي. قبل ما نبدا خلوني ارحب بضيوفي. مساء الخير ماجد. يا الله والله اللي مشتاق للاجواء ومشتاق للجلسه ومشتاق النواب. وينك يا ابوي؟ والله عظيم خلاص خلاص تكثرنا ربع اشغلتك مفطحات العيد جاك. ايه وفي بعد عروس تعرف ان شوال وقت عرس فوالله مشغول انا توني طالع من عرس. يا الله هم ما ربحوا اللي حقين القاعات والمكياج ولا ومكياج الاعراس مش السهره لو سمحت. يا مرحبا ويا مسهلا بنواف العصيمي. اهلا اهلا مساء الخير. انا عجبتني ابتسامتك اليوم. انا مبسوط جدا بس على تعليق ماجد. فعلا انتم ملاحظين الشهر هذا كل الشعب متزوج؟ كله طبعا كله خلاص. انا الجدول عندي كله زواجات. طيب الله يبارك للجميع ان شاء الله. امين. الله يتمم عليهم. وخلونا نبدا بالموضوع الاول. جاهزين. السعوديه تشارك في مسيره الابل المقامه في فرنسا في عاصمه فرنسا باريس. دقيقه شلون يعني كيف مسيره ابل في باريس اصلا من وين لوين مشوا؟ تخيل انت كذا قاعد في باريس الاجواء الرومانسيه فجاه عند برج ايفل فجاه تمر قدامك جمال ابل. دقيقه نيات. الناس اللي مجتمعه حول برج ايفل فجاه هم قاعدين يتفرجون على البرج شايفين وانت تاكل الكرواسون قدامك الابل. اللي نعرفهم احنا ايش جابهم هذول هنا وقاعدين يشوفون في الشوارع كذا قاعدين يشوفون في مسيره منظمه مو عشوائيه. طب عدوا على برج ايفل رايحين وين الشباب؟ رايحين لمقر اليونسكو. اوه هذه يا حبيبي هذه مسيره الابل. الابل نعم الابل رايح للمنظمه. اخويانا النياق اللي نعرفهم اللي نشوفهم هنا شيء حلم انا بسويه اصلا الان. توني اعرف ليش قالوا انه الابل مش حيوان. رايح لمنظمه اليونسكو يا حبيبي. انت رحت لمنظمه اليونسكو ابدا وماشيين في الشارع لهم. ترى هذه مسيره منظمه من الاتحاد الفرنسي لتنميه الابليات. يا ساتر احفظ الاسم هذا. طب احنا قاعدين نعرض صور مشاركه الابل السعودي في شوارع فرنسا. السؤال ليش انت فاجأتني الان انه العام الدولي للابل يعني دوليا هذا عام الابل. شوف ايضا في السعوديه شوف هذا عام الابل. عام الابل في السعوديه. انا حسب انه بس في السعوديه. هذه المسيره صارت برعايه وزاره الثقافه ونادي الابل عندنا لانه قرار الامم المتحده انه سنه 2024 راح تكون السنه الدوليه للابليات. اكيد مو مصادفه انه دوليا هذا عام أيوة الابل. ايوه دوليا نعم. وايضا في السعوديه عام صحيح. الابل هذا يس. وترى اللي مشاركين في المسيرة هذه مو بس السعودية ترى. أجل دقيقة. أيوه دقيقة. أيوه قبل ما تقول أي معلومة عن باقي الدول وهذه صدمة بحد ذاتها. أيوة. خلونا نستعرض هذا الفيديو ونرجع لكم. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. أنا شايف جنسيات مختلفة. كل إبل عليها علم فمعناته دقيقة هو في إبل في دول أخرى. هذه منطق صراحة يعني شلون. الآن حدثنا عن مشاركة باقي الدول. أنت شفت كم عدد شفت الإعلام اللي موجودة؟ ترى اللي مشاركين 30 دولة. يعني أنت أنا عارف إنه أنت في بالكم. أنا عارف إنه في بالكم الآن السعودية الإمارات المغرب البحرين الدول العربية اللي عندها. هذه مشاركة الدول. هذه مشاركة إيه. لا لا حبيبي فيه شفت العلام الثاني. شفت علم فرنسا شفت علم امريكا شفت علم التشيك. صح التشيك كيف التشيك يكون عندهم يعني التشيك المفروض هناك برد عندهم كيف عايش فيه الابل اصلا كيف. طب ليه رابطين الابل في السعوديه حتى الغرب الاجانب دائما يشوفون انه المنطقه العربيه صحراء وجمل عندهم جمال اجل. طيب مو هذه شوف هذه المسيره هذه توعيه بقيمه الابل الثقافيه والاقتصاديه وكمان قيمتها على حياه الشعوب. هذا الهدف منها اصلا بتوريك ايه توريك ترى الابل لها اثر على العالم كله ترى مو بس الدول الصحراويه اللي احنا نعتبرها مثلا العربيه وكذا ترى كبير يا الابل كبير الابل مو بسهل. هذه اول مره تصير المسيره هذه اصدمك
اصدمني. لا, لا اكثر من كذا في صدمات. لا مو اول مره ترى. بعد انت تحسبها اول مره؟ مفروض. لا لا مو اول مره. لا هذه ثالث مره. يا ساتر ثالث مره. هذه ثالث مره. متى اول مره صارت؟ اول مره صارت في 1926. يا ساتر اثار الابل اقدم من منا في شوارع باريس. اقدم من كل شيء هنا متعود انه يروح هناك اصلا يروح يتمشى يقضي الصيفيه في باريس قبلي وقبلك. شفت انت بعد راح باريس انت قاعد هنا بعد رمضان على طول الابل موجه. والله ترى الصراحه لفتة جميله من وزاره الثقافه ومن نادي الابل. صحيح لانه هذه توعيه على مستوى العالم اليوم. طيب نكمل حلقتنا ولكن مع الاخبار السريعه. من ضمن اخبارنا الليله وزير الثقافه يهنئ المخرج علي الكلثمي بعد حصوله على جائزة أفضل مخرج في مهرجان هوشي منه السينمائي الدولي في فيتنام. صراحة يستاهل تحية. اليوم قاعدين نشوف تطور عظيم بالسينما في السينما السعودية رغم أنها بدأت من قريب. سنوات قريب قريب مرة. ودايم إذا بتشوف مين متصدر المشهد في السينما علي الكلثمي. وعلي الكلثمي من أيام تلفاز من 2010 من أيام اليوتيوب وهو مبدع. يعني تلقاه إحنا بدي أنا كماجد مثلا بديت حياتي معه لأنه أنا صغير. صح يوتيوب عظيم. كيف تشوف واحد بدأ من اليوتيوب إحنا متابعين مسيرته اليوم هو ياخذ جائزة يعني طفل. هذا بالنسبة لي يعتبر تاريخ كبير بالنسبة لماجد اللي شاف يعني شخص عظيم بالنسبة لعلي الكلثمي اللي قاعد يسوي شغل مو طبيعي. حتى فيلمه فيلم شيء مو طبيعي. هو فاز بجائزة أفضل مخرج عن أي فيلم اللي هو ليل الله مندوب الليل. مندوب الليل, الليل. أنا شفته فيلم مندوب الليل فيلم كان أصلاً كان مفجر السينما. في أحد فيكم شاف الفيلم؟ كلنا شفنا طبعاً. من ما شاف الليل كان ترى كان ترند مكسر السينما. أنا الدوخي مثلني صراحة في هذا الفيلم بعيداً مع مع, مع فارق التشبيه إنه أنت إنسان تبغى تسوي أشياء كويسة في حياتك بس الدنيا مصقعت تضربك يمين ويسار. حزني الدوخي أقنعني في دوره. أنا ما فهمت إيش فارق التشبيه. يعني بالاخير انا ما بعت اشياء ممنوعه. اوكي ايوه اتكلم عن الشكل. لانه الدوخي بالفيلم باع اشياء ممنوعه رغم انه هو انسان كويس بس الدنيا حدته. انا الدنيا احسها يعني عرفت الشعور. يعني قاعد تبرر اللي قاعد يسويه يعني. لا 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 انا ما قلت شيء. انا اقول مع فارق التشبيه ما لي دخل في الفيلم بس وجه العلاقه في انه خلاص 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 مسكين حزن. عبد المحسن شوف ابغى ارجع انا لوحده ذكرني فيلم الجوكر كيف انه تحول من انسان جيد الى سيء. ايه لا بس انا ابغى ارجع ترى الوحده من حلقات وش صاير القديمه. كنا نتكلم عن وزاره الثقافه والهيئات التابعه لها انها قاعده تبرز الان الاعمال الشباب وتدخلهم في السينما وكذا وكنا نقول انه راح نشوف بعدين عندنا مواهب راح تصعد وراح تتكرم وكذا. يعني كنا نشوفه حلم. احنا الان قاعدين ناخذ الافضل الاول وهذه الافلام اصلا بدعم هذه. ايه وهذه كل النتائج ترى خلال سنه. احنا رجعنا ترى للعام واحده من الحلقات انا اذكرها كنا نتكلم عن تقديم المواهب السعوديه في الاخراج السينمائي والموسيقي و وكنا نقول عشان المستقبل ان شاء الله حنشارك ونكون في المراكز. احنا حققنا وهذه قيمه مهرجان البحر الاحمر. صحيح اصلا هذا الفيلم بدعم من صندوق البحر الاحمر. وايش ترى قاعد يدمر السينمات. يعني كل الناس كانوا متوقعه انه مين بينافس افلام الهوليوود والاشياء هذه. مندوب الليل قاعد شهور في السينما ما وقف على رمضان. فيلم شباب البوم مكسر الدنيا باع 120 ألف تذكرة في 5 أيام. يا ساتر ويش واللي تيك توك كله شباب البوم. الله يستر حنشوف واضح أجزاء كثير من الفيلم. واضح الخبر هذا ضروري يوصل للمواهب اللي قاعدين اللي كاتمين مواهبهم. بالضبط فرصتكم الآن. الناس تدعم. الناس مش إذا أنت كويس حتدعمك. بالضبط هذه كانت أخبارنا الليلة. لا تروحون بعيد راجعين بعد الفاصل بعد قليل. هل يفعلها نجوم الهلال ضد العين؟ حرب الرقائق الإلكترونية تطوير جميع المناطق السياحية في المملكة سياحة المغامرات دورة رياضية طفرة سياحية في المملكة العربية السعودية إنها أصبحت أحد أهم عوامل الجذب السياحي للعديد من الدول. السود عيونه يا ولا. أنا جاي من ألمانيا عشان أحضر هاي الحفلة.
افتتاح مهرجان أندية الهواة المسرحي عام 2024. المجتمع أصبح عنده نوع من الوعي العالي. يقول علماء النفس أن الأهل هم المعلم الأول للطفل. الطفل تتكون شخصيته تصور من الشهر الأول. بدأ مسيرته الوظيفية ككاشير وحارس أمن وجعل من نفسه محامي ناجح. هذا يدل على بيئة مجتمعية جميلة نعيشها في المملكة العربية السعودية. 581 مسابقة وأنقل ثقافة من داخل مملكتي إلى الخارج وبالعكس. نحلم ونحقق. حيها العين دائما وابدا. حيها العين. يا أمان الله. استوديو اس بي سي من الأحد إلى الخميس الساعة 5 مساء على قناة اس بي سي. حياكم الله متابعينا من جديد، رجعنا لكم بالفقرة المحببة لكثيرين من عشاق الكرة وطبعا يترقبونها أسبوعيا علشان نواكب معاكم كل المباريات والبطولات والقضايا الرياضية. جاهز ماجد؟ جاهز مرة. صراحة مخبين لك مواضيع كثير رياضية اليوم. نبدأ بسم الله. البداية أكيد مع المفاجأة الصدمة الكبيرة بإيقاف أطول سلسلة انتصارات متتالية بتاريخ كرة القدم، واللي طبعا حطمها الزعيم وتوقفت عند الانتصار 34 بعد ما حقق فيها أول ألقاب الموسم السوبر السعودي بأبوظبي وتصدر فيها الدوري بفارق 12 نقطة ووصل لنصف نهائي كأس الملك ووصل طبعا لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، لكنه للأسف خسر الذهاب في العين بنتيجة 4-2. والعيون كلها الحين على المملكة أرينا بكرة الثلاثاء، تذاكر نفذت بوقت قياسي، القوة الزرقاء وعدوا بمفاجآت خاصة جدا، نجوم كبار أعلنوا حضورهم، طبعا كل التوفيق لممثل الوطن ويحقق إن شاء الله اللقب القاري نادينا السعودي. بس بصراحة من الآخر، هل تشوف حلم الرباعية هالموسم للهلال خلاص صار صعب جدا جدا، ولا الرومنتادا عوايد الهلال وعوايد جيسوس ومقدور عليها بسهولة إن شاء الله، خاصة الفرق هدفين؟ هذا أول شيء نقدر نقول، هذا عيب الاستهزاء بالخصم. الزعيم العيناوي، الزعيم في عين استهزأوا فيه النصر وعطاه إن أعطى النصر وطلع النصر وراح قدام أكبر سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم ووقفها. هذا عيب الاستهزاء. يمدي بشكل كبير مرة، والكل تواعد، الكل متواعد والكل متحمس. يوم الثلاثاء في المملكة أرينا حيكون في جحيم من الآخر، من جيسوس، من اللعيبة، من الجمهور. حتى مع غياب متروفيتش حيكون في شيء كبير. هو غياب مؤثر لكن حيكون في جحيم في الملعب، مش حتمشي بسهولة. يلعب كثير شافوا أنه هذا أسوأ مستوى للهلال ممكن من زمان أنه نشوفه، فما راح أشوف أسوأ من كذا في المباراة حقة الإياب بالضبط. في المباراة القادمة ضد العين، حتى لو هم سيئين كانوا يقدرون يسوون شيء كبير، كانوا يقدرون على الأقل يطلعون بالأربعة ثلاثة حتى في فرق واحد بس، لكن الحين فرق اثنين وفي المملكة أرينا حيكون في شيء مش طبيعي. فلازم الهلال الآن يفوز بفارق 3 أهداف. إيه نعم، غير أن العمسج أو يجيب التعادل بهدفين ويروح لنشاط إضافي، حتكون في جحيم. أنا نفسي متحمس وأنا من الهلالي، أبي أشوف. لازم مباراة كبيرة، اللي عنده فرصة يروح الملعب حتى لو ما يحب الكورة حتستمتع. ومن الهاشتاقات اللي تصدرت عن هالمباراة، العويس مرفوض نبي بونو. طبعا الكابتن محمد العويس حارس منتخبنا وما حد يقدر يقلل من إمكانياته الكبيرة، ولكن فئة كبيرة من الهلاليين شايفين أنه ثقتهم أعلى بالحارس المغربي الكبير ياسين بونو. هل تتوقع نشوف بونو ضمن الخماسي الأجنبي ولا جيسوس واثق بالعويس؟ وهل العويس يتحمل الأهداف الأربعة بالذهاب أصلا، ولا كان مثلا بونو
لو هو الحارس كان تمكن من صدهم. اعتقد ان في ظلم كبير من جماهير الهلال ان يحطون على العويس. المشكله ابدا ما كانت في العويس، المشكله في العاشره اللي كانوا في الملعب اصلا، كانوا قاعد يقدمون فضايح ومن أسوأ المباريات اللي يمكن تشوفها الهلال. فما له دخل يعني، ما له دخل حتى العويس ولا بونو. الدفاع نفسه اللي كان هو الحامي العرين اللي في قدام بونو كانوا ضايعين، كله باري بلاي جدا، كلهم سيئين خير اللي قدامهم. انت لو جيسوس بتحط بونو مكان العويس في المباراه القادمه؟ لا انا بحكمل نفس الاجانب، بنفس الاجانب. يعني ما تبي تضيع خانه اجنبي في حارس، حارس والعويس كبير من اكبر الحراس، يستاهل انه يمسك. ظلم مره من جماهير الهلال انهم حطوها في العويس، مشكله مره، الموضوع كبير اكبر من العويس بكثير. الهلال كله كان سيء، وباذن الله حيتحسنون وبنشوف شيء مش طبيعي في يوم الثلاثاء. هذا الشيء اللي نقدر نقوله باذن الله، حيكون قده جيسوس، بيكون قده والجماهير حيكون قده، كلهم بتكون شيء كبير. طيب بالانتقال لأوروبا، إيش رأيك نبدأ بالبطولة الأعظم والأهم، دوري الأبطال طبعاً. يلا. رباعي نصف النهائي كان مفاجأة يمكن للكثير، وعكس أغلب التوقعات اللي كانوا شايفين فرصة برشلونة وأتلتيكو مدريد ويمكن حتى أرسنال وطبعاً مانشستر سيتي، كانوا شايفين فرصهم أكبر بالوصول. لكن الرباعي اللي تمكنوا من الوصول بكل جدارة كانوا باريس سان جيرمان الفرنسي ودورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين، وطبعا كبير البطولة الملكي ريال مدريد الإسباني بعد ملحمة استمرت 120 دقيقة بملعب الاتحاد وما انحسمت إلا بركلات ترجيح. كيف تابعت المباريات والحماس الكبير اللي كان فيها، خاصة أنه هالدور شهد عدد كبير من الأهداف بتاريخ البطولة، وليه ما شفنا تواجد ولا أي نادي إنجليزي بالنصف النهائي ولا حتى بالدوري الأوروبي، مع أنه دائم يتم الترويج للبريمير ليج أنه الدوري الأفضل في العالم؟ شوف، يوم دوري أبطال أوروبا الكل حيلغي كل شيء عنده، هذه من أمتع الأشياء اللي ممكن الواحد يشوفها. أنا كنت مستمتع متعة لدرجة أنه بعد المباراة أنا كنت قاعد أنظر في كافي، في واحد جنبي شال كرسي خلاص يحتفل احتفال، ناس ترفع، ناس ترفع بعضهم، يعرفونهم والله ما يعرفون بعض، يرفعوا يستنسون، ومتعة. ليالي الأبطال هي أمتع شيء ومستحيل تتوقع شيء، حتى لو الناس كانوا متوقعين برشلونة ولا أرسنال ولا أتلتيكو مدريد، ما في عندك 90 دقيقة حتقدم فيها الشيء المناسب حتتأهل. الكل كان متوقع أرسنال على سوء بايرن ميونخ اللي قاعد يقدم أسوأ موسم في حياته بعد 11 موسم جايب فيها دوري الألماني، الآن جاء دوري أبطال خسارة من أرسنال اللي مقدم شيء، اللي فايز قصدي، فايز على قدام أرسنال اللي قاعد يقدم موسم خرافي في الدوري الانجليزي، خسر، فاز على ارسنال وطلع ارسنال، السلام عليكم على طول. ومين تتوقع يكون بطل اوروبا 2024؟ هل راح يكون لبلينغهام في ملعب ويمبلي لندن؟ هي الكل الحين صارت التوقع كله لريال مدريد، النجم البطوله الافضل في التاريخ، البطوله المعروف ان 15 لهم بتصير، لكن بالنسبه لي اتوقع بتصير مفاجاه، بيصير مفاجاه، ممكن تصير من رقم واحد لباريس، ممكن تصير رقم اثنين لدورتموند، ما ندري ايش بيصير الان، بايرن ممكن يصير السابعه عندهم في تاريخهم او السادسه، ما ادري الى الان، لكن انا اتوقعها بتكون في مفاجاه. ايه طيب. مش حتكون مدريد. طيب لو بناخذ الدوريات الخمس الكبرى، واكيد راح نبدا مع الالماني لانه كان اول واحد انحسم رسميا خلاص بتتويج نادي باير ليفركوزن باللقب لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه قبل 120 سنة. يا ساتر. طبعا شفنا احتفالات تاريخية أسطورية للجماهير واحتلالهم أرض الملعب بألاف الأشخاص لساعات. كمان النادي الألماني كسر سلسلة طويلة جدا من سيطرة بايرن ميونخ على البوندسليغا، 11 سنة متتالية، وكمان بقيادة المدرب العظيم تشابي ألونسو اللي فيه تفكير بتسمية شارع كامل باسمه رسميا. خلاص بعد الإنجازات العظيمة اللي يسويها للنادي، واصل نهائي كأس ألمانيا كمان ومتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي. هل هي ثلاثية تاريخية للنادي؟ وين شايف تشابي ألونسو الموسم القادم؟ أسوأ أن نوادي كبيرة انطرحت بوسائل الإعلام ما بين مدريد وليفربول وبايرن ميونخ. هو مبدئياً تشابي ألونسو أعلن قال أنا بكمل الموسم جاي مع باير ليفركوزن، بيكمل مع باير على طول، ما في ليفركوزن بيكمل معه. بالنسبة للموسم التاريخي هذا، يا ناس لحين ما خسر الهلال، خسر هو لحين ما خسر الهلال، هو يتعادل الهلال يفوز. كم عدد الانتصارات الحين؟ تقريباً 44 مباراة بدون خسارة، 44 مباراة أو 43 يعني، حتى ممكن لا مباراة اليوم بعد 44 يعني كله يعني أكثر من سلسلة انتصارات الهلال. بس هذا إيش كان يتعادل؟ هلال ما يتعادل، هلال على طول فوز، هذا يتعادل بس، لكن قاعد يسوي سلسلة مش طبيعية.
وتاريخ قاعد ينكتب. اول بطوله لهم في التاريخ بايرن ميونخ فايز 11 موسم 11 موسم يا ناس من 2012 ل 13 قاعد يفوز. الان تغيرت السلسله هذه وجاء فريق ما قد فاز ببطوله اصلا كسر الهيمنه اللي كانت البايرن ميونخ. الله يوفقهم شيء كبير. عندهم بطولتين ثانيه في كاس بيلعب مع فريق في الدرجه الثانيه المفروض انه مضمون. الان هو المرشح رقم واحد في اليوروبا ليج في الدوري الاوروبي. يا رب تصير. انا بشوف تاريخ ينكتب. طيب بننتقل مش للدوري الصيني بننتقل للليغا على طول. جاهز؟ جاهز. نقدر نقول خلاص انحسم كل شيء رسميا للملكي مدريد بفوزه بكلاسيكو الارض امس. نبارك لهم الدوري 35 بخزينة النادي. ممكن نشوف مفاجآت بالجولات الأخيرة ولا خلاص 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 حسم مباراة فاز فيها على برشلونة. المباراة منتهية كل شيء تمام مبروك. يحترم بس اللقب يجي خلاص على طول. شيء كبير أصلا بعد ما كانوا مقدمين مباراة 120 دقيقة قدام السيتي وتروح للدوري مرة ثانية الدوري الإسباني ولا تشوف برشلونة شيء وتفوز شيء كبير. هل أمتع مباراة بالنسبة لك هي لما يجتمع مدريد مع برشلونة؟ أكيد الكل يتكلم. فقمة المتعة بالنسبة لك أمس كانت؟ متعة أكيد. ما هي بالنسبة لي الكلاسيكو ودوري الأبطال هذه الاثنين ذولي يلا نستمتع غير الدوري الإنجليزي. تعبت أصلا باقي الدوري المريخ في فضائيين يلعبون كرة نسولف عنهم. أنا ما عندي مشكلة نبدأ على طول يعني. طيب أنا أشوف نروح الفاصل نريح شوية نرجع لكم بعد الفاصل وبعد قليل فقرة لايك وديسلايك. سينماتيك انتوا كنتوا فين امبارح ما شفتوكوش؟ شكل جديد and this is great شيء عالمي ارجعيني اكثر محتوى اقوى هذا السر في كثير حصريات اكثر لاول مره بعلن عنه اكسكلوسيف واخبار ما تنتهي للنجوم ما في ولا شيء بفوتكم نترك لمسه خاصه لنا بالعروض الاولى لافلامهم I'm just so happy to be here سقوا السنه ان شاء الله عشان تشوفون نجمكم المفضل وتعرفون اخر اخبار الحصريه يلا بينا سينماتيك الثلاثاء الساعة 9:30 مساء على قناة SBC. متابعين على SBC رجعنا لكم والآن خلونا ننتقل إلى فقرة لايك وديسلايك. حتى لو أنت لاعب مرعب للخصوم في الملعب لازم تكون كيوت برا الملعب. هذا لاعب النصر تاليسكا قاعد يسوي تجميل ان شاء الله حاده. الناس كل اللعيبه صايرين كذا يعني. المشكله لاعب مرعب نفس تاليسكا قبله البلاهي اللي مرعب الملاعب كله برضه مسوي تجميل. ايش في البلاهي مسوي تجميل؟ اي البلاهي مسوي تجميل جد خشم وذا وخدوده ومضبط الوضع. لا مسوي كيف شايف حتى الابتسامه بعد. لا تبول حلوه صراحه البلاهي حلوه صراحه ما اقدر اكذب. وتاليسكا حاليا ناوي يسويها اذا وقفت على الشريسين هذول فشمنا احنا. كل لاعب يمر بيوم سيء وينزل مستواه. خل نسمع تبرير الاخ عن سبب هذا المستوى. Isso não é nem resultado dos treinos que eu tô faltando. A culpa é da minha esposa mesmo, da minha mulher. Que bota eu para lavar a louça, lavar a roupa, passar o pano a semana todinha. Quando chega no sábado, aí eu não tô rendendo não. Mas isso vai acabar. Isso hoje, quando eu chegar, vou resolver com ela. Eu não vou mais jogar bola, eu vou ficar só em casa mesmo, beleza? Tá suíto, como? Olha, não é uma fã de cheio. Salve.
ايش في؟ تقرا الفنجان انت؟ هذول البرازيليين ترى بس اللغه برتغيز. ايوه يتكلم هو يتكلم ايش المشكله يتكلم؟ يقول انه زوجته تخليه في البيت يغسل الصحون، يمسح الارض، يغسل الملابس، يرتب البيت، فبالتالي ما يجي يوم السبت الا هو منهك وتعبان. فهذا عذره. دقيقه دقيقه، اول شيء انت كيف فهمت اصلا؟ انت تعرف برتغيزي؟ تعرف انا من وين متخرج؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب الوحيد اللي فهم هنا فخلنا نناقشه. اه يلا الحين هذا يغسل صحون معنا مدري، احس في كذب في الموضوع. شلون وش اللي يغسل لعب لاعب يغسل صحون؟ هو يشتكي، هو يتكلم انه ليش مستواه طايح. ايوه في اللعب هو ليش مستواه؟ لانه ما يجي يوم السبت الا هو منهك من اعمال المنزل بسبب زوجته اللي تخليه يشتغل في البيت. تضربه بعد تعنفه؟ لا لا ما قال تعنيف، ما قال. كويس هو هذا شيء كويس. ايش هذا؟ وش العذر ذا اصلا يعني؟ واذا تشتغل يعني وش يعني شيء خلتك ساكت؟ يدك طالع، يدك دافع فلوس ولا تطلع تروح تمشي؟ لا تتكلم، وش اللي بس حزني صراحه. هو موضوع حزن، انا مستواي سيء عشان اعمالي المنزليه زوجتي تجبرني اسوي. هذا الموضوع المفروض ما يطلع في باط كوره. هذا يروح قضيه بس شوف ولا شو اسمه المشكله ذي؟ المعنف اتصل في رقم تواصل. انا مو بس ترى يعني اعرف برتغيز وكذا، حتى انا اعرف لغه الجسد. لغه الجسد ترى واضح انه نصاب بعد. اي واضح انه ما ادى كويس في اللعب، فرماها على البيت. يعني كذب كذب اقوى من كذا او احسن من كذا. يعني انت الحين تنجلد والله غسل الصحون عشان كذا ما لعبت كويس اليوم. انت الحين تنجلد من الجمهور وبترجع بتنجلد من البيت. وصلنا لنهايه حلقه الليله، لقائنا فيكم بكره. ايش فيكم بسط؟ لا يعني كثرنا. لا عندنا موضوع زياده ترى ما قلنا. يلا بسم الله هذا المشكله. لقائنا فيكم بكره يتجدد على قناه اس بي سي بحلقه ومواضيع جديده. لا تنسون تتفاعلون معنا، تابعوا تفاصيل اكثر من المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج. في امان الله.